بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بشكر آبائي على دعوتهم وتشجيعهم، وبشكرهم على الموضوع. الآية اللي اخترتوها من أرميه 5:14 بتقول: هكذا قال الرب إله الجنود، من أجل أنكم تتكلمون بهذه الكلمة هانذا جاع الكلام في فمك نارا وهذا الشعب حطبا فتأكلهم. يعني إيه اللي بيقوله الكتاب دلوقتي؟ بيقول من أجل هذه أنكم تتكلمون بهذه الكلمة. هما بيقولوا إيه؟ فربنا بيقوله يا أرميه هخلي كلامي في بقك نار. هما بيقولوا إنه أورشليم مش هتخرب، وربنا مش هيغضب علينا، وهنفضل شعب مختار، ونغلط زي ما نغلط ربنا هيسامحنا. فطبعا ده كلام كذب. هما ابتدوا الأنبياء الكذبة يخدعوهم في زمان أرميه، وأرميه بيقول الهيكل هيخرب، فيقولوا لهم ما تصدقوش أرميه، هيكل لا يمكن يحصل له حاجة، الشعوب كلها تقع إحنا لأ، ليه؟ إحنا بتوع ربنا. أيوة بس أنتوا بتعبدوا أوثان، أنتوا بتسرقوا وتنهبوا وتظلموا. إنما يقول لك لأ، عارفين الناس لما توصل يبقى قلبها قاسي تغلط زي ما تغلط ومش حاسة إنها بتغلط، هنا محتاج كلام زي النار. فده اللي قاله ربنا الأرمية، أنا هخلي كلامي في بقك نار، لأن الشعب ده بقى صعب، بقى قاسي، بقى شايف روحه، بقى يغلط ومش حاسس إنه بيغلط. إحنا بزمن زي زمن أرمية، لأنه أديكوا شايفين العالم قد إيه الشر بيزيد فيه، والناس بتضحك وبتتريق على المؤمنين وعلى ربنا، وبتسخر إن لسه في ناس بتدخل كنايس زينا، تريقوا على أمنا العذراء، وما بقاش في حاجة قدامهم تقف قصادهم. يعني نحتاج في هذا الزمن إلى أرمية، أنا جاعل كلامي في فمك نارا. نحتاج ليوحنا المعمدان اللي إيه؟ صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قد وضعت الفأس على أصل الشجرة، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أخد دقايق بس أحكي لكم عن أرمية، وبعدين أركز على موضوعنا كلمة الله كنار، وإزاي الواحد فينا يتمتع بيها في داخله ويشتغل بيها خارجه. أرمية سبق المسيح زيادة عن 600 سنة، أرمية جه بعد أشعية بزيادة عن 100 سنة. أشعية فضل يقول يا ناس توبوا لأن خلاص ربنا ابتدى يزعل، أنتوا سقتوا فيها، لأنه الأوثان دخلت على الشعب اليهودي بعد حكاية سليمان وجوازه من الملكات الوثنيات، ده الوثنية سرحت جامد أوي. أغلب الأسباط عبدوا أوثان، فضلت أورشليم لزمن أشعية لسه فيها خوف ربنا وفيها ملوك محترمين زي حزقية الملك. وبعد ما أشعية مات جت ملوك أشرار، فربنا بعت أرمية. انت اللي بتلعب في المايك كان كويس. بعت أرمية عشان يقول للناس خلاص أنا زعلت من أورشليم، أورشليم هتخرب. يبقى رسالة أرمية كانت رسالة ناشفة. طب هل الشعب خاف؟ للأسف الشعب ما خافش وما تأثرش، عشان كده بنسمي أرمية النبي الباكي. أرمية فضل يتنبأ حوالي 52 سنة وفي الآخر قتلوه زي أشعياء. لكن أشعياء كان في ناس بتتوب على أيديه، كان لسه في ناس بتخاف ربنا. جه ملك شرير اسمه مناسة نشر أشعياء. في زمن أرمية ما كانش بيشوف توبة، فكان كل ما يوعظ يتريقوا عليه، يسخروا منه، يهنوه، يسجنوه. فبقى يبكي، بقت حيلته البكاء، ياخد جنب ويقعد يعيط، وبعدين يقول مش هتكلم، يلاقي قلبه بياكله على الناس.
فيرجع يتكلم، يهزقوه يرجع يقول خلاص هسكت مش هتكلم، يلاقي قلبه يسخن وجدت كلماته محصورة في عظامي كنار، فمللت من الإمساك ولم أستطع السكوت. أرميا يقول كده. ويجي في حتة تاني يقول إن لم يسمعوا فإني أبكي في أماكن مستترة من أجل الكبرياء. يعني إيه؟ لو ما سمعونيش هعمل إيه؟ أخد جنبه عيط. فعشان كده أرميا بنسميه النبي الباكي، لأنه كان يبكي من بحكم المسؤولية عن الناس. إحنا نحتاج في الزمن ده إلى دموع كثيرة قوي ترجع عيالنا اللي ضاعوا، الشعوب اللي عمالة تضيع دي، الأفكار الغريبة اللي سارحة في العالم، صدقوني ملهاش علاج غير دموع أرميا ومن شابه. لكن العلاج اللي شافه ربنا، أنا جاعل كلامي في فمك نارا. فأنا عاوز أكلمكم إزاي الواحد نار كلمة الله تشتغل عليه داخليا، ثم يستخدم نار كلمة الله خارجيا ويأثر في الناس. كقاعدة كده نحطها، اللي يأكل كلام ربنا ويشبع به يقدر يشبع به اللي حواليه، اللي علاقته بالإنجيل سطحية ما يقدرش يأثر في حد. دي بداية الكلام، ودي القاعدة اللي قالها سليمان زمان لما قال المروي هو أيضا يروى والنفس السخية تسمن. يعني كل ما تشبع تقدر تقدم، وكل ما تقدم تأكل وتشبع، والحكاية شغالة لوحدها. قديس بولس وصف نفسه في خدمته، قال كنا كالمرضعة لأولادها. مش معنى التشبيه ده؟ أي واحدة بترضع بيقولوا لها إيه؟ كلي كويس. هل تقدر تأكل طفلها من اللي هي بتاكله؟ ما تقدرش. هي تاكل كويس، تهضم، يطلع لبن دسم مفيد. لو هي عندها أنيميا وما بتاكلش كويس ما يطلعش، أو يطلع لبن تعبان الولد يعيه ويضطروا يجيبوا لبن من بره. عشان كده قال اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش كي تنمو به، يعني لبن الأم، لبن الكنيسة اللي فرحانة بكلمة ربنا. يبقى أنا هكلمكم في نقطتين، إزاي تشبع بكلام ربنا، وإزاي تشبع عيالك بكلام ربنا، إزاي تتأثر بكلام ربنا، وإزاي تؤثر بكلام الله. لأنه أرميا كان مذاكر اللي قبله منه، مذاكر مزامير ومذاكر التوراة ومذاكر أشعية، فأرميا كان واخد من روح اللي قبله، وبين عليه أنه شبعان بكلمة الله. عشان تشبع بكلمة ربنا، أول طلب أطلبه منك ادي وقت للإنجيل، ادي وقت للإنجيل. أنا متفق مع الخدام عندنا، العشرين يوم دول يعني لآخر الشهر كل يوم نقرأ 5 إصحاحات من بولس، نخلص بولس كل 100 إصحاح يخلصوا في 20 يوم. في ناس تقول ده كتير، لا مش كتير، اسمعنا عند كلام ربنا نستخسر الوقت. أول حاجة تخليك تشبع ادي وقت، ادي وقت لكلام ربنا. احنا بقينا ندي وقت للموبايل وللتلفزيون وللقهوة وللأكل والشرب وللفسح، طب وكلام ربنا؟ كلام ربنا اللي يدخل السماء، تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص، كلام الذي أكلمكم به روح وحياة، أنتم أنقياء بسبب الكلام. طب كلام ربنا اللي ينظف القلب ويغير الفكر ويدي كل حاجة الواحد يأثر معاه. يبقى بداية عشان تتأثر، عشان تشبع، ادي وقت، لأن الكلفتة بتاعت آيتين وبتاعت 5 دقايق دي ما بتشبعش، ما بتكفيش. لسه واحد بيقول أنا اكتشفت أن أنا بقرأ الإنجيل من على الموبايل ما بكملش باراجراف كده 4-5 آيات، واعتبر نفسي قريت. وبعدين قال لي اتقابلت مع خادم بيدي 1 ساعة للإنجيل كل يوم، أنا كسفته من روحي، شفت الفرق. لعياله بيحبوه في الخدمة ومتأثرين بيه، اسمعوا كلامه وبيتغيروا على قديه، وأنا مفلس ما بغيرش في حد، لأن أنا مش بتغذي، مش باكل كويس.
يبقى بداية عاوزين ندي وقت للإنجيل شوي حتى لو بالغصب. طب وما أنت بتروح للعلاج بالغصب وبتعمل حاجات كتيرة والشغل بتروحه بالغصب يعني والمذاكرة بالغصب، ما تجيش عند كلمة ربنا. تاني حاجة، طلع كلمة من كلام ربنا تخصك، طلع كلمة تخصك، لأنه كلام ربنا مش معلومات. لا، القضية مش مجرد كلام، كلام اللي بكلمكم بيه روح، المسيح قال كده. إذن أنت محتاج الكلمة اللي تخصك. كل مرة تقرأ الإنجيل قول يا رب، قول لي عاوز تقول لي إيه، تكلم يا رب لأن عبدك سامع. وقعد دور بعينيك واقرأ الإصحاح كذا مرة لغاية ما تطلع بآية تقول أنا محتاج دي. حبذا بقى لو علمت عليها أو كتبتها بإيدك أو حفظتها أو كررتها أو حطيتها على الموبايل أو بعتها لحبايبك، تبقى إيه مركز في الآية. صدقوني آية واحدة تشغل الواحد تغير في قلبه، تفوقه، تحرك مشاعره، تخليه يعرف يصلي. لكن إحنا ساعات بنقرأ كده قراية جرايد ما بنطلعش منها بحاجة، والحقيقة خسارة يبقى عندنا كل العز ده، الغنى ده، ونبقى عايشين مفلسين عمالين ندور على الراحة والسعادة في الدنيا، والحقيقة كلام ربنا هو اللي فيه راحة وهو اللي فيه سعادة وهو اللي فيه حكمة وهو اللي فيه كل حاجة. أذكر مرة واحد بيقول لي كان عندي مشاكل كتير، كنت زمان أقرأ الإنجيل وبقالي 10 سنين ما فتحتوش، ولما تراكمت المشاكل وهوصل للسجن جت في بالي كده كده خربانة خربانة، أنا هنسيب المشاكل وهقفل الموبايل وندرت أقعد ساعتين أقرأ كتاب. قال لي قعدت أقرأ ساعتين كاملين، وطبعا كل شوية عاوز يقوم وبعدين يزق نفسه يكمل وعمال يطلع كلام حلو من ربنا. قال لي بعد الساعتين لقيت نفسي عاوز أصلي مع أني ما بصليش بنفسي، ركعت وصليت بدموع لأول مرة من سنين. فتحت الموبايل فوجئت بالرسائل كلها جاية بأخبار حلوة. قلت له يا رب 10 سنين مستنين أقعد معاك قعدة عدلة وصلي صلوة عدلة والدنيا كلها تنور، ده أنا كنت مغفل. ما الحكاية سهلة، أول ما قعد مع ربنا قعد عليها القيمة كده، صلى كده من قلبه بجد، ابتدت الدنيا تنور. يبقى عشان تشبع وتتأثر بكلام ربنا ادي وقت، وفي نفس الوقت تعمل ايه كمان؟ تركز وتطلع الآية وتاخد حاجة لنفسك، تاخد حاجة لنفسك. لأنه للأسف في خدام النهاردة بيقروا الإنجيل عشان يحضروا. طب يعني طباخ الأكل ويكون جعان ما يأكلش منه؟ ده حتى عادة الشيف كده والطباخين تلاقيهم لأنه طول ما بيطبخ عمال يدوق يدوق يدوق، فتلاقيه بيأكل 10 طقات في اليوم. خليك كده طول ما أنت بتتكلم أو بتحضر، خد لنفسك الأول، اشبع بالفكرة الأول، كلم روحك الأول. مرة سألوا القديس يوحنا ذهبي الفم، هو أنت بتوعظ كتير ليه؟ قال لهم كلامي أفيد لي من مستمعية. يعني أنا هتكلم ليه؟ ما أنا بتكلم وبسمع، وأنا محتاج أسمع كلام ربنا، فلما بقوله كده أنا مستفيد ضمنيا يعني. يبقى عشان تشبع ادي وقت، اتنين خد حاجة لنفسك، تالت حاجة حط الكلام موضع تنفيذ. في كلام كتير يقوله ربنا عمرنا ما اعتبرناه وصية أو طلب من ربنا. مرة واحد بيقول لي أنا عمري ما خدت بالي أن أشكره في كل شيء دي وصية، زي لا تقتل ولا تزني ولا تسرق. أنا ما بسرقش، أنا ما بقتلش وما بشكرش. فقال لي ما دي وصية ودي وصية، واشكره في كل شيء، ما هو ده طلب من المسيح. لما اعتبرتها وصية وركزت فيها بقت كل خطوة أقول له شكرا يا رب أنا عاوز أسمع الكلام، كل حاجة يعملها شكرا يا رب، ليه الوصية بتقول كده.
انتبهوا ان في وصايا كتير قوي احنا ما حطناهاش في موضع تنفيذ، ما اشتغلناش عليها، احنا عارفينها بالشبه كده. زي مثلا من سخرك ميلا اذهب معه اتنين، انت الحقيقة اللي يجي سخرك ميلا تقطع رجله اساسا، تدلوش فرصة يطلب الطلب ولا يكمله. طب ده الكتاب بيقول لك اللي يطلب طلب قل له ايه كمان واعمل معاك اكتر، احنا بنعمل عكس كده غالبا. طب ما ده وصية، ده كلام ربنا، ربنا اللي عاوز كده. تلاقي لا تدين وصية معروف، نقعد منين ما نقعد وبالذات مع الاكل تتفتح سيرة الناس، ومحدش ينبه ويقول يا جماعة مش عاوزين نغلط، الاكل هيتسمم، العمر هيروح، هتتسرق مننا الأبدية في القعدة دي. لا، قاعدين ناكل وناكل في لحم الناس وعادي. طب والوصية؟ يبقى تالت حاجة افتكر انك خلي الكلام دايما ورا منه، حاضر يا رب هسمع الكلام، خد وصية وركز فيها اشتغل عليها. أغسطينوس له تدريب جميل وحكمة كده، يقول ايه؟ اللي ينشغل بوصية ربنا يشوف المسيح في الوصية. يعني أول ما تبتدي تنفذ تلاقي ربنا واضح قوي، لكن طول ما أنت بتسمع الوصايا أو بتقراها بس مش شايفه. أول ما تبتدي تعيش وتنفذ اللي هو بيقوله تفاجأ إنك حياتك اختلفت وعلاقتك بربنا بقت حاجة تاني خالص. فاكرين كلكم إن ربنا بعد الموعظة على الجبل ختمها بحاجة مهمة قوي، قال شوف اللي يسمع بس وما يعملش ده راجل جاهل، بيبني بيت على رملة ينزل المطر تيجي الهوى يقع البيت زي قلته، لكن من يسمع ويعمل ذاك رجل حكيم. لأنه بيعمل إيه؟ يجي عليه المطر يجي الريح، لا مش هيقع. قديس يعقوب خد نفس المعنى وقاله في رسالته الإصحاح الأولاني، قال لا تكونوا سامعين فقط خادعين أنفسكم، كونوا سامعين عاملين بالكلمة. ودانا تشبيه لطيف قوي، قال لك اللي يبص في المراية ويلاقي منظره منعكش ويمشي وينسى منظره، طب امال بصيت في المراية ليه؟ الإنجيل ده مراية، تبص فيها تلاقي نفسك ملخبط صلح نفسك على كلام الإنجيل، لكن تبص في الإنجيل وتمشي زي ما دخلت، مفروض قبل الإنجيل شيء وبعد الإنجيل شيء، قبل القعدة مع كلام ربنا شيء وبعد القعدة مع كلام ربنا شيء. الخبرة دي عاش فيها أرميا، أقول لكم إزاي. أرميا أكتر واحد في رأيي في العهد القديم بالذات عاش الإحباط، كل عظة أتكلم فيه عن الإحباط واليأس والهم في الخدمة ألاقي أرميا طلع لي كده، يعني مثل جميل. تصور واحد بيخدم ما بيشوفش نتائج لخدمته مش سنة واتنين، 50 سنة، دي حاجة تجيب المرض. إنما عارفين إيه اللي يعزي أرميا في كل إحباطاته؟ هو قال وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي إيه؟ للفرح ولبهجة قلبي. جربوا يا أحبائي، تبقي متضايقة، تبقى صعبان عليك، تبقى الدنيا مكركبة عليك، تبقى محبط، تبقى يائس، وتسيب كل حاجة وتقعد مع الإنجيل وتزق نفسك زق، كمل بس نص ساعة، إما كانش قلبك يفك تعال نتخيل، هتلاقي فرق صدقني. وجد كلامك فأكلت، كان كلامك لي للفرح. يبقى عشان النار بتاع كلمة الله تغير فيك تشتغل عليك، ادي وقت للإنجيل خليه يعرف يشتغل عليك، اطلع بحاجة لنفسك، خد رسالة من كل قراية. تالت حاجة ايه؟ والحاضر يا رب وروح نفذ اللي انت بتسمعه. النص الثاني من الموضوع، انا جعل كلامي في فمك نارا وهذا الشعب حطبا لتاكله. ازاي الواحد تبقى كلمته من ربنا مؤثره في الناس؟ الحقيقه الوعظ كتير والكلام كتير، وكل ام تقعد تقول لعيالها روحوا الكنيسه صلوا اقروا الانجيل، والعيال ايه؟ مش سامعين. في واحد يقول كلمة تلاقي تأثيرها يقعد أجيال، زي كلام القديسين.
ايه اللي يخلي جملة مثلا زي كلكم حافظين الكلمة بتاعت القديس الأنبا بولا، من يهرب من الألم يهرب من الله. دي جملة اتقالت من كام قرن. الكلام اللي بيقعد ده بيجيبوه ازاي؟ كلام المؤثر ده بيطلع ازاي؟ يبقى أول حاجة خليك أنت شبعان ومتأثر، هتبتدي تأثر. لكن عشان يبقى الكلام طالع في فمك نارا لازم يبقى طالع محمول على صلاة. التحضير شيء، والمذاكرة شيء، والوعي والدراسة شيء، والصلاة شيء تاني. لأن قوة كلمة الله تحتاج إلى شخص يصلي. افتكروا المعنى ده. أذكر مرة واحد بيقول لي معايا حد في الشغل بيضيع بعيد عن المسيح خالص، مسيحي لكن ما بيدخلش كنايس وماشي غلط. وقال لي أنا قعدت شهور مكسوف أكلمه، هو ده خادم اللي بيقول لي يعني. بعدين قال لي صليت وعملت مطانيات وقداسات، وقلت له يا رب اديني نعمة في الكلام، أنا مش عارف أقول له إيه. ده شخص لا بيقبل كلام عن ربنا ولا ينفع يتفتح معاه باب للكلام. قال لي أنا صليتك، ومرة واحدة بقول له هو أنا ينفع أقول لك حاجة؟ قال له أكيد عاوز تكلمني عن ربنا. فكسف وخاف، قال له ده هيضايقك؟ قال له أنا مستنيك تكلمني عن ربنا، أنا مستنيك واللي هتقوله هعمله. أنا ملحقتش أقول حاجة، أنا فوجئت إن هو جاهز وعرفت إن دي الصلاة. الحكاية مش كلام، هو قاعد يصلي كتير، مجرد فتح بقه بس وقال له حبيبي لازم نتوب لحسن نمشي ونقابل ربنا وإحنا مش جاهزين، قال له إيدي على إيدك أعمل إيه؟ إيه العجب ده؟ إيه العجب ده؟ النهاردة في السنكسار الصبح القديسة بائسة، قديسة بائسة حكايتها جميلة قوي، بس راح لها واحد مليان نار، يوحنا القصير ده قديس عظيم، ورايح لواحدة عايشة في الزنا وفي البوظان، فدي مش هتقبل منه كلام، محمول على صلاة قوية منه ومن إخواته القديسين اللي في الدير، وداخل عمال يقول مزامير حسب السنكسار، يقول لك دخل البيت وهو بيقول إيه يعني تطأ الأفعى والحياة تسحق الأسد والتنين، وبيصلي مزامير. وبعدين طبعا هي ست عايشة في اللخبطة، فقال لها بكى من كتر صلاته، تأثر لما شافها بكى، قالت له بتبكي ليه؟ قال لها وشك شايف عليه شياطين، المكان كله شياطين، وده قديس عظيم. قالت له بصوا المفاجأة، هل لي توبة؟ طب انت لحقت توعظ يا يوحنا قديس العظيم يوحنا القصير؟ لحقت تقول لها آيات؟ لحقت تقنعها ان العيشة دي؟ هو ما قالش حاجة، بس هو شخص روحاني ناري جواه نار. إذن تأثير كلمة الله يا أحبائي مش حلاوة الوعظة والخطابة والقصص، التأثير مرتبط بالنار، والنار دي نار الروح القدس، ونار الروح القدس دي يعني صلاة، يعني واحد بيصلي بحرارة يطلع الكلام قوي، يطلع كلام مؤثر. فأنا جاعل كلامي في فمك نارا، والشعب ده يبقى حطبي، النار تاكلهم يعني يتأثروا، دي قوة الصلاة. يبقى أحبائي لو عاوزين نأثر في اللي حوالينا نجهز نفسنا بالصلاة الأول، زي ما قال لنا المسيح لما تيجي أيام صعبة وتقفون أمام ولاة وأمام ملوك، ما تفكروش في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا، الروح القدس يعطيكم فمن وحكمة لا يقدر معاندكم أو مقاومكم أن يقاوم. ليه؟ روح القدس يتكلم طالما بتصلوا. إحنا نقدر نغير الجيل كله ونلحق ناس كتير ونرجع ناس كتير ونأثر في ناس كتير، بس عاوزين نار، والنار دي يعني فحم مولع، والفحم اللي عاوز يتولع لازم نهوي عليه، ونهوي عليه دي يعني نصلي شوية، فالفحمة السودة تبقى حمرة، بعد كده بقى تلسع بقى تمسك في أي حاجة تولعها. يبقى تأثيرنا مرتبط بصلواتنا، افتكروا المعنى ده، تأثيرنا مرتبط بصلواتنا. مرة أم كانت بتجيلي راحت السم، وابنها كان بعد عن ربنا خالص، وكانت تبكي
لأنه مش سامعها ومش قابل منها كلام روحي ووعظه وكلام زي كده، ومش فاتح باب لأي كاهن يتكلم معه وتقول لي صلي معي. لا، ربنا هيقبل صلاتك. تقول لي أنا قربت أمشي. قلت لها ما تخافيش، بدل بتصلي وتصرخي ربنا هيسمع لك. في اليوم اللي سافرت فيه السماء كان بيبكي بحرقة ويقول لها أنا هرجع لربنا عشان خاطرك، ورجع لربنا مستقام. هي اطمنت عليه من السماء، لكن دموعها ما خيبتش. إذا افتكروا أن التأثير على الناس، صلي وقول آية، صدقوني الناس تتأثر. صلي وقول آية. برضو أعرف خدام يقولوا إحنا ما بنعرفش نتكلم بس بنحب الآيات، فبنبعت آيات للناس، وكل ما بنبعت نصلي يا رب خلي الآية دي تلمس فلان، ويبعت الآية وهو بيدعي يا رب الآية توصل. يقولوا لي كل شوية يجي الرد، الآية جت في وقتها. إيه ده؟ مش معقول، ده كأن ربنا بيرد عليا. يقوم يرفع ويشكر يا رب. ليه؟ لأنه شغال مع ربنا، استخدم آيات ربنا ويبعتها للناس وهو بيصلي. يبقى قوة التأثير عشان الكلام يطلع زي النار محتاج تصلي. تاني حاجة، خليك غني بكلمة الله. ربنا يسوع بقى هو اللي شرح الحتة دي لما اتكلم عن غنى كلمة الله. قال كل كاتب، خلي بالكوا كاتب دول السكرايبس اللي هم الكتبة اللي كانوا يقعدوا يعملوا ايه، دول شغلتهم ينسخوا الكتب ويحفظوا عشان لو في حاجة وقعت يبقوا حافظين صم. فقال كل كاتب متعلم في ملكوت الله يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه ايه جددا وعتقاء. ترجعوا في التفسير تلاقوا أبائنا قالوا لنا إيه، ده اللي حافظ عهد قديم وحافظ عهد جديد، فبيطلع من الخزين جددا وعتقاء. خلي بالكوا ابتدى بالجدد الأول، لأن في المسيحية نبتدي من العهد الجديد ونرجع للعهد القديم، نبتدي بالمسيح وبعدين نرجع لآدم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود، لكن المسيح هو الأساس. يبقى عاوز تأثر في الناس، خليك غني بكلمة الله. ما يبقاش الإنجيل كده آيتين تلاتة على الماشي. لا حبيبي لا، الله ينيح روحه سيدنا أنبر ويس لما كان يوعظ كتير كان يقول لنا ربنا ادانا نذاكر كتب كتير قوي لغاية ما كتير مننا خلص الجامعة، يمكن عشرات ومئات الكتب ذاكرناها، ودانا كتاب واحد بس يدخلنا الحياة الأبدية، والكتاب الواحد ده مش بنذاكره، ما ادنالوش حقه زي كتب العلوم اللي خدناها في الكليات والمدارس قبل كده، يبقى ملناش حق. قديس بولس يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، قصده غني. بولس بالذات كان كاتب متعلم يخرج من كنزه جددا وعتقاء، فكان حافظ توراة تقريبا وفاهم الأنبياء كويس جدا، فكان لما يتكلم ما حدش يعرف يسكته لأنه بينطق بكلمات الحياة الأبدية اللي واخدها من المسيح. يبقى عشان تؤثر في الناس خليك رجل صلاة أو يعني بنت الصلاة، عشان النار الصلاة هي اللي تأثر في الناس، خليك غني بكلمة الله. ثالث حاجة، التأثير في الناس يحتاج إلى تواضع. التواضع يجعل الكلام ينساب للقلوب. يعني كلنا تأثرنا بسيدنا أنبا كراس الله ينيح روحه، عظاته لغاية النهاردة تهز قلوب كتير قوي. الرجل ده كان متواضع جدا جدا، متواضع بجد وبصدق، وفعلا يعتبر نفسه أقل واحد في الكنيسة، وهو رجل نقي قديس. التواضع ده يخلي كلامه البسيط يدخل القلب ويجعل هذا الحطب يأكلهم، تأكلهم النار، لأن الكلام المؤثر يطلع من قلب متواضع. قلب المنكسر المتواضع لا يرزل الله، لأن في قاعدة حطها الكتاب، المتواضعون يجدون نعمة، ومن نعمة ربنا على المتواضعين إن كلامهم مؤثر. أمنا العذراء بقى أمنا في التواضع، أيقونة للتواضع، نظر إلى اتضاع أمته، مفيش حد زيها في التواضع، فيش كلمة قالتها العذراء
إلا وسجلها التاريخ. مثلا لما قالت للشغالين بتوع عرس قنا الجليل مهما قال لكم فاعملوا، بقت لي وصية لنا كلنا كهنة وخدام لمدى الأجيال. طب دي جملة العذراء مش محتاجة توعظ، جملة تطلع من العذراء المتواضعة كل القديسين يعيشوا بيها وينفذوها، متعوا بيها ويشوفوا غناها أن هي عايشاها. فالتواضع يجعلك مؤثر في كلامك. أذكر مرة برضو كان بيت بعيد عن ربنا، والراجل بطبيعته غني ومثقف وشايف روحه، فما بيملاش عيني حد، يروح له كاهن يروح له خادم يعتبر، يبص لهم من فوق كده ويتعامل بشكل وحش. وبعدين راح له كاهن تقي متواضع جدا وكبير في السن أكبر مننا، وبعدين دخل له، طبعا هو فهم الكاهن طريقته يعني، قال له بلغة كلها تواضع عاوزين ناخد بركتك، انت ربنا بيحبك، انت حاجة كبيرة، احنا على قدنا. وكان تواضع حقيقي طالع من الكاهن. الرجل على اخر القعدة بك، قال له ابونا انتوا قديسين، ده انا كل شر. والرجل لأول مرة يعترف وما كانش بيقبل الاعتراف ابدا، اتغلب بإيه؟ اتغلب بالتواضع. يبقى التأثير على الناس يحتاج انك تكون بتصلي بالروح، تصلي بحرارة، انك تكون غني بالكلمة، كلمة مشبعاك، انك تبقى متواضع. تأكدوا ان ده يغير الناس كلها. احنا في زمن ناس كتيرة بعيدة، وده عيب فينا، احنا مش خدام كويسين، لانه دول مسؤوليتنا احنا ككهنة وخدام وشعب. لازم نصلي كلنا، لازم نغتني بكلمة الله، لازم نزداد تواضعا، وبالتواضع والصلاة والكلمة تلاقوا النفوس اللي بعيدة دي رجعت. هرجع معاكم اللي اتقال، هانا جاعل كلامي في فمك نارا وهذا الشعب حطبا فتأكلهم. تعالوا نتأثر وننشغل ونشبع بكلمة الله. ادي وقت للإنجيل، خد كلمة لروحك لنفسك وعيش بيها، نفذ اللي الإنجيل بيقول. اتنين، عشان تأثر في الناس صلي كتير لنفسك وللناس، خلي كلام ربنا مالي عقلك جديد وقديم. أخيرا تمسك بالتواضع لإلهنا كل مجد وكرامة.